عايزين نعمل مكرونه جراتان بالجمبري، ممكن نعمل مكرونه جراتان بالدجاج، ممكن نعمل مكرونه جراتان باللحمه المفرومه، انما مكرونه جراتان وجمبري وجمبري لحم، يعني لا فيه قشر ولا الشوارب بتاعته. تعالوا نشوفوا نعمله مع بعض ازاي. المقادير على الشاشه بسيطه وسهله. طعم السبوت حلو قوي على فكره، ما زلت استمتع بيه. مكرونه بنه، جمبري لحم، بصل وتوم، بقدونس وريحان او ريحان وبقدونس، زعتر، زبده، جبنه موزاريلا اختياري او جبنه بارميجان اختياري زي ما انت عايزه. المكرونه اول حاجه بسلقها، مدرسه الطهي لسلق المكرونه، معلقتين زيت ايا كان هو زيت زيتون او اي نوع زيت مع ماء بيغلي والملح القليل، الانتظار حتى غليان الماء، وحذاري انك تحطي مكرونه في ميه ما بتش بتغلي. ايه النتيجه يا مغازي؟ المكرونه هتتقطع وتتهري منك ويبقى شكلها مش لطيف خالص، ومعالمها مش هتعرفيها، الاسباجيتي من النكدتيلي من البنه من وهكذا. اه الميه بتغلي قدامي فيها زيت، ايه الزلزال ده؟ يلا اهو 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 هو ده اهو. ادي المكرونه بتاعتي اهو. مدرسه المغازي بتقول ايه للباستا؟ سواء باستا سي فود او باستا تشيكن او باستا بيف ايا كان، المكرونه تستوي نص سوا، تكمل سواها وتكمل القعده بتاعتها مع الصلصه التابعه ليها، مع البلد التابعه ليها، طلياني بولونيز تقعد تستوي مع البولونيز، مع الجمبري تقعد تستوي مع الجمبري. اه المكرونه كده بتستوي زي الفل. حابب تطلع فاصل مخرجنا الجميل ولا نشوف الكاليماري؟ نشوف نخش على طبق المكرونه بتاعنا اللي هنعمله بالجمبري. المكرونه بتستوي على النار الطبيعي، اللهم صل على النبي. مقاديرها على الشاشه، مكرونه جمبري، توابلنا بصل وتوم ومكعبين من الزبده وكريمه لباني وقليل من الشبت. تعالوا نشوف هنعملها ازاي مع بعض. حلوه قوي. معلقه زيت زيتون لطيفه كده. المكرونه بتستوي معايا هنا تقريبا نص سوا، حلو الكلام. بصلايه ناعمه، بصل مفروم ناعم معايا، يا بختك يا شيف كل حاجه جاهزه معاك مساعدين شطار. باخد الفص التوم الحلو ده كده واقلبهم مع بعض كده، وانا بقلب التومه مع البصله الريحه وريحه البصل والطعم طبيعي مع شويه زعتر حلوين. تحميرة الزعتر مع البصله والتومه عيونك مش بتدمع زي الفل. استنى على البصلية كده ما تشقر او يبقى لونها اشقر يعني اهو بالشكل ده كده، او تتشوح، اي مصطلح انتوا حابينه ماشي. مكعب زبده حلو بيساعد على احمرار البصل وان هو ياخد لون طبيعي. انا بقول لك على حاجات وانا شغال والله لازم تتعلميها. اه لو قعدت تحمري البصله دي نص ساعه في قلب الزيت هتاخد وقت منك، انت عايزاها تاخد لون بسرعه بدون البصله بتاعتي ما تنشف، وبدون البصله بتاعتي يبقى العرق بتاعها او عرق السوائل موجود فيها، مكعب زبده. اه خلاص خلصت مع، بس لازم يكون في زيت لان الزبده لوحدها بتتحرق خلي بالك. معانا من الجمبري اللحم، اه اللهم صل على النبي. اه بس قبل الجمبري اللحم خلوني بقى ايه تركايه والخبره الطهويه انا بتقول ايه؟ عايز طعم وعايز تيست. الجمبري اللحم ما فيهوش طعم، طعم ضعيف شويه، فانا عايز الطعم يجي منين؟ من الجمبري ده. اه ايه الحلاوه دي يا شيف؟ اه اه الجمبري ده بعد ما يستوي ويديني شويه الشوربه الحلوين ويديني التست، جمبري بلدي سويسي بالشكل ده كده. اه قابلني عود شبت، تعالى زعلان عايز تجور الجمبري. اه اه حلو قوي. اه زي الفل. والجمبري ده خليه شويه على جنب واقلب دول كده مع بعض. عايز شويه شوربه انا عشان المكرونه يبقى طعمها حلو. اه زي ما احنا كده شغالين زي الفل. اخبار المكرونه ايه؟ بص عليها كده، هو ده ده اللي انا عايزه. خلاص كفايه عليها كده قوي، اشيلها من النار
سلق المكرونه مع المكرونه بالجمبري نص سوا معايا بالشكل ده كده، خلي بالك. اللهم صل على النبي. سلقنا المكرونه نص سوا، باخدها هنا. طبعا اوعي حذاري واكتبي المعلومه دي على باب الثلاجه، تاخدي مكرونه تسلقها كده وتاخديها على الحوض تغسليها، زعلاني منك. المكرونه تبكي والله تعيط. ليه بقى؟ تاذيها. ما انا حلوه زي الفل، بتغسليني ليه؟ طعم حلو. هو انا مصنوعه من ايه؟ من دي سميد ناعم او دي عادي، دي انواع مكرونه، معلقه زيت، بيض، دي المصنوعات او المكونات او الماتيريال بتاع المكرونه عشان نبقى عارفين الدنيا ماشيه ازاي. سنه شبت صغيره، حلو الكلام، شويه كريمه لباني، معلقه ده على المكرونه. عايز الطعم اهو. دي مكرونه بالجمبري على طريقه المغازه، سنه شبت، معلقه الكريمه. الله، المكرونه هي سخنه. اتعرفت سريعا على كريمه لباني وسنه شبت، هي كده متحضره. حلو الكلام، حلو الكلام. عندنا الجمبري بتاعنا اخباره ايه؟ زي الفل، خد اللون. ركزي في الموضوع ده عشان مهم اهو، بقى لونه فوسفوري في قلب الطاسه زي ما هو كده. بعمل حاجه لطيفه كده. فاكرين ميه المكرونه اللي انا سالق فيها المكرونه؟ باخد منها شويه، احنا بنتسلى النهارده، بنلعب يعني من الاخر. شويه ميه كده، هو ده بس كفايه. الله الله عليك، هو ده. انا عايز دول كده اتعشى. حلو اهو، غلوه على النار. هنعمل حاجه لطيفه دلوقتي مع بعض، بناخد شويه الجمبري الحلوين دول يا عم الشيف اللي انا سلقتهم في شويه ميه مع العود الشبت اللطيف. حاضر، عايز تقزقز دول؟ قزقز جمبري، قزقز كابوريا، لو قزقزوني قزقز ايه؟ اهو الجمبري ده نخليه على جنب. حلو اهو، والميه بتاعتي دي اللطيفه دي كده اهو. معانا وايت صوص بشاميل. هو ده اهو. الله، عامل معلقتين دقيق مع شويه حليب وكعب زبده، وعملت صوص بشاميل اللي هو الوايت صوص، خدت منه شويه كده اهو، خلاص زي الفل. التركايه دي والمعلومه دي مش هتلاقيها عند اي حد. طعم الجمبري هنا، طعم المكرونه في جمبري. جه منين الجمبري؟ من التركايه دي. سلقت الجمبري وعملت له صدمه مع تومه وبصله وشويه زعتر، وخدت الطعم وخدت التيست زي ما حضراتكم شايفين كده. تسلم ايدك يا مغازي. معانا جمبري لحم، غزيها بقى يا شيف شويه جمبري لحم. ينزل في قلب الصلصه دي كده، شفت الشقاوه؟ طبق غني، طبق مكلف، جمبري في جمبري. مش بقول لك انا متغدى النهارده جمبري في جمبري؟ جا منين؟ الشوربه جمبري، وجمبري في قلب المكرونه. ناخد الجمبري ده كده تقليبه. الله عليك وعلى والديك. ناخد الخليط ده زي ما هو كده. يلا مخرجنا حبايبنا. ابا تخش النار دي، خلي بالك في عشق هنا، في جمبري ومكرونه بينا. الشيف عمل تركايه حلوه قوي، حط شويه كريمه لباني مع قليل من الشبت. المكرونه طلعت من الميه المغليه، لا مستنياها الايه؟ كريمه اللباني والشبت، الاثنين مع بعض بيدوا تيست وطعم جامد جدا، فليفر عالي جدا. الجمبري في قلب الوايت صوص بيلعب. لسه ما خلصتش، اصبر على رزقك، الحلو جاي. انت وراك حاجه؟ وانا ما ورايش حاجه. واعمل الطريقه دي كده. يا ويلي يا دلعك يا دلعك. انا عايزك تجيب لي تفاصيل الجمبري عشان يقولوا الشيف كريم. وانتوا تستاهلوا الكرم ده. ايه الحلاوه دي يا شيف؟ ايه الجمال ده يا عم الشيف؟ لسه ما خلصتش،
اصبر على رزقك يا طيب يا طيب يا طيب يا طيب، اللهم صل على النبي. يا طيب، ده عشان تكليف مكان دفع فيه فلوس كتير، بس طبعا مش بنفس الطعم ده. نعم، ده للحبايب بس. شوية البهريز الحلوين دول، دي راس الجمبرية دي، اللي بالك شوية البهريز دول بننزل بهم كده. اوعى، كل حاجة هنا لا تمنها، كل حاجة هنا لا تمنها، لوحة فنية. اصبر على رزقك، احنا متفقين ان احنا ما رناش حاجة النهاردة، خليها سمك يعني اليوم الفسفوري. اروق كده على الكسرولة بتاعتي لانها هتطلع من الفرن تتقدم للضيوف. عندي جبنة، شفت الشقاوة بقى اهو، حط شوية جبنة هنا كده. انا بهديلك المكرونة دي يا عمري يا عمير كده، صح معايا جه الاسم صح كده؟ هيترفض عمير بعد الحلقة دي. والله ولا اداني رشوة ولا حاجة، ده هو حبيبي، انا بحب الراجل ده لان في حاجات كده وعينيا اللي بشوف بيها. هتعمل ايه يا عم الشيف؟ رشه شبت، مع انه حرامي بس ما نستغناش عنه في حاله لما نعمل مكرونه بالجمبري والوايت صوص، بيدي تيست وطعم جامد جدا بس قليل جدا. الحله دي او الكسروله دي او الطاسه دي او الطبق الحلو ده كده او اللوحه الفنيه اللي حضراتكم شايفينها هتخش الفرن في درجه حراره 180 زي ما هي كده. زي ما هي كده. يلا مع بعض، يلا مع بعض، العب يا جمبري. الف انا وشفا. ايه ده؟ ايه الصوره الفسفوريه اللي طالعه من قلب الفرن ده؟ البحر بيتكلم مصري. يلا خلينا ناخد بعضنا نطلع فاصل صغير، ولما قلتش الكلام الحلو ده وما قلتش الحاجات اللطيفه اللي بقولها دي بجد ما بعرفش اشتغل. ليه؟ بسلي نفسي واقف في المطبخ. انت بقى وانت شغاله في المطبخ ما معكيش مخرج ولا معاكي حبايب ولا معاكي شيف، لا مع نفسك، فتشغلي بقى اغنيه حلوه كده بتحبيها، اغنيه لام كلثوم، اغنيه لعبد الحليم، دلعي نفسك في المطبخ، كوبايه قهوه حلوه زي ما انت عايزه. المهم انك تقف في المطبخ رايقه وفايقه وواقفه بحب، تقدري تعملي الحاجه اللي نفسك فيها. لا ده جامد قوي. بسم الله الرحمن الرحيم، هو ده. يلا اللهم صل على النبي.